السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموحدون السعداء، كيف يمكن لمعرفتنا بالتوحيد أن تكون سبباً للسعادة والطمأنينة النفسية؟ وماذا أعني بالموحدين السعداء؟ هل أعني أنهم يسعدون في الآخرة؟ لا شك أن هذا معنى لا نقاش فيه، ولكني أنا أعني أنهم يسعدون في الدنيا سعادة لا يذوقها أحد سواهم أبداً، الكل محروم منها إلا الموحدين السعداء. كيف هذا حين تعيش مع أسماء الله وصفاته؟ أوضح كيف هذا. التوحيد بقسميه: القصد والطلب والمعرفة والإثبات. تعود الناس على دراسته دراسة نظرية، وعلى الحديث عما ينقضه وما لا ينقضه، ولكن كل ما ترى في هذا الكون هو من آثار كمال الله عز وجل. كل ما ترى من الجمال والجلال والرحمة والعدل وحتى نقائضها هو من آثار الحكمة، لأن الضد يظهر حسنه الضد. مثلا اسم الوهاب، إن عشت معه ستنسى الحسد. لماذا؟ لأنك إذا رأيت نعمة على أحد فستتذكر أنها ليست منه وإنما من الوهاب، والوهاب كما يهبه يمكن أن يهبك أنت، وبناء عليه لماذا تحسده؟ بل ترجو من فضل الله. قديما كان الصحابة والصالحون الموحدون السعداء إذا رأوا كافرا طاغيا يفعل العظائم لا يقولون أين الله، بل يقولون ما أعظم حلم الله. أبو بكر الصديق لما آذاه أحد المشركين وأهانه قال يا رب ما أعظم حلمك. عندنا في صحيح مسلم: لا أحد أصبر من الله، يسبون له الصاحبة والولد ويرزقهم. فكان هذا عند الموحدين السعداء مع كونهم ينكرونه ويسعون في زواله أيضا من عوامل التفاؤل عندهم، إذ أن الله يحلم على أعدائه فكيف بأوليائه. فكانوا يرون أن الناس بين الحلم والعدل، أما إن نار جهنم من آثار عدل الله، ثم إنها من آثار رحمته بأهل الجنة. فإن مما يعظم النعيم في أعينهم أن يروا هذا الذي نجوا منه، ويروا جزاء أولئك الذين صدوهم عن الله تبارك وتعالى وسعوا في ذلك أيما سعي، فهذا مما يجعل النعيم عندهم أعظم بكثير. ثم أولئك ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالموحدون السعداء ينظرون للأمر على أنه بين الرحمة والحكمة، العدل والفضل. تأمل قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أنتم كفار ترون أن ليس ثمة إلا هذه الحياة الدنيا، لهذا الهزيمة عندكم نهاية كل شيء، ولكن نحن ما دام طبقنا أمر الله فنحن بين حسنين، لأننا نستحضر أن هذه الدنيا كلها بيد الله، فإن انتصرنا فهذا فضل من الله، سعادة معقولة معروفة، أن يمكننا من أعدائنا ونطيع الله فيهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإن استشهدنا فنحن ذاهبون إليه سبحانه وتعالى على طاعته وسيدخلنا جنانه، فهي إحدى الحسنين. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. الأشقياء حين يرون ظلما في هذه الحياة الدنيا يتشككون في الله عز وجل، أو يعترضون عليه بألفاظ لا تصلح، وأما أهل العقول فيعلمون أن مجرد استقباحنا لهذا الأمر دليل عليه سبحانه وتعالى، برهان عليه، وبرهان على أن فينا من آثار رحمته. فالرحمة التي أودعها الله في الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الدابة لترفع قدمها عن جنينها من آثار هذه الرحمة. فالمحروم بدلا أن يشاهد آثار رحمة الله في نفسه، يجعل آثار هذه الرحمة بتسويل الشيطان سبيلا لانتقاص الرحمن سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي أودع فينا لنسعى للتغيير، لنعبد الله عز وجل في إغاثة الملهوف وفي رحمة الضعيف، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة حتى الشفقة تستدر من القلوب، حتى لو رأيت إنسانا مات أو هلك أو بشيء، فإنك بما في داخلك من الرحمة ستسعى ألا يتكرر هذا، ثم ستستيقن أن هناك آخرة يأخذ كل ذي حق حقه، وأن هذه الدنيا ليست هي المحل النهائي. هكذا الموحدون السعداء. طيب هل معنى هذا أن يعتزلوا الناس، يبتعدوا، يعيشون مع الله في خلوة؟ لا، الموحدون السعداء يطيعون الله في الناس، يأمرون وينهون، فهم يعلمون أن من آثار أسماء الله وصفاته في الخلق أن رزقهم العلم، ومن عليهم بمقدرة على التعلم، ورزقهم الرحمة والرأفة والعطف، فلهذا هم يمتثلون هذا، مشاهدين هذا. لهذا الله عز وجل ماذا قال في نبيه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم، والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم، لكن الله عز وجل
أودع فيه هذا، لكي يعطينا أنموذجا عما ينتظرنا لو عبدنا الله وكنا في جانبه. تأمل قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. العزيز الرحيم، بدأ لي أن فيها نكتة اتصال اسم العزيز بالرحيم. اسم العزيز فيه جلال، واسم الرحيم فيه جمال. العزة فيه قوة، وقد توحي بالمنعة، يقول لك هذا الإنسان عزيز يعني لا يوصل إليه بسهولة، ولكن جاءت بعدها الرحيم، والرحيم يعني له رحمة خاصة، يعني واصلة، يعني عزته سبحانه وتعالى لا تقتضي أن يكون عنك بعيدا. لهذا لا ينبغي أن نستوحش. الله عز وجل يخبرك، أخبرنا، وهذا ما فهمه الموحدون السعداء، أنه قريب. فعيب أننا نستوحش للوحدة وتتعلق قلوبنا بالبشر، والله أخبرنا أنه قريب. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما هددوه بالقتل قال: قتلي شهادة. انظر، تذكر الله، شهادة عند الله، سأذهب إليه وسيكون لي مقام خاص. قال: وسجني خلوة. طيب ما الخلوة؟ لماذا تطلب الخلوة؟ أطلب الخلوة لأن الله قريب، فهؤلاء الذين كانوا يشتتونني عنه سيسمحون لي بأن أخلو دون أن أشعر بالإثم. لهذا سأرتاح وأتصل وأتأمل. ولهذا هو في سجنته جلس، فتح القرآن وبدأ يتصل مع الله عز وجل من خلال كلامه، فقال: قد فتحت لي في سجنتي هذه من العلوم ما كان يتمناه الكثير من العلماء. فتوح الموحدين السعداء. الموحدون السعداء حين يسمعون حي على الصلاة، حي على الصلاة، يتذكرون إياك نعبد، وكأن سائل يسأل: ما الصلاة؟ حي على الفلاح. الفلاح بالألف واللام، يعني هو فلاح أعظم من كل ما تظنونه فلاح، من الغنى، من الزوجة، من الأولاد، هذا أعظم الفلاح. فماذا يجيب الموحد السعيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يتذكر: وإياك نستعين. يعيش مع أسماء الله وصفاته. الواحد القهار، الذي كل هذه الثنائيات في قهره، يقهر هذا بهذا وهذا بهذا حتى يؤول الأمر إليه. فلهذا هو سعيد، مطمئنة نفسه، لا يجزع. سعد بن أبي وقاص من كبار الموحدين السعداء. يأتيه أحد أولاده ويقول له: الناس يختصمون على الخلاف وأنت هنا معتزل. فيحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إذن إذا كنا على حال يحبها الله فلا نبالي بما فاتنا من الدنيا، ولو كان ملكا، ولو كان خلافة، ولو كان ولو كان ولو كان، لأننا على حال يحبها الله. لهذا أهل الورع لا يندمون، حتى لو ترك شيئا واستبان له أنه لاحقا هو حلال، هو لا يندم، لأنه يتعامل مع الله، فهو أمر أنا تركته لله، فلماذا أغضب؟ لماذا أندم؟ لماذا أتحسر؟ وهذه كلها دنيا زائلة، والباقي صلتي مع الله. فهؤلاء الموحدين حتى لو أذنب يستغفر ويتذكر أن الله غفور رحيم. مستحضر لهذا المعنى، حتى حين يتصل مع الناس يبدأ يرى آثار عدل الله، آثار رحمة الله، آثار فضل الله، وهكذا كل ما يرى من نعمة على إنسان في طاعة أو بدون ذنب يطربه ذلك، يتذكر فضل الله ويطمع ويتذكر ما أعد للمؤمنين من الجنة، يرى رحمة الله في هذا فيطربه، لا يحسد، لا يكون في قلبه ضغينة على الناس أبدا. حتى قال بعض السلف: ما حسدت أحدا على شيء، إن كان مآله إلى الجنة فما ادخر الله له أعظم، وإن كان أمره إلى النار فهذا استدراج، فعلى ماذا أحسده؟ هكذا الموحدون السعداء. طيب هذا فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات. ثم في توحيد القصد والطلب، الموحدون السعداء لا يتصلون بأحد من البشر اتصالا مرضيا، يظنون أن سعادتهم وتعاستهم بيد أحد من البشر. الأشقياء أصحاب القلوب المظلمة الذين سوغوا لبعض الناس الاستغاثة بالموتى والاتصال بهم، هل علموا أن الله أرحم بالناس من الناس؟ هل علموا أن إبراهيم الخليل لما كشفت له السماوات الأواه الحليم صار يدعو على الناس أن يهلكوا؟ فهو حليم نعم، أواه نعم، لكن حلمه ورحمته تتناسب معه هو المخلوق، والله له رحمته المطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، شفاعته لا تنال الناس كلهم. الذي يغل يقول له: لا أملك لك من الله شيئا. الذين أحدثوا ويذادون عن حوضه يقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا. ولكن الله برحمته التي تتناسب مع كماله وجلاله يقبض من النار قبضة لم يعملوا خيرا سبحانه وتعالى. لهذا الشفاعة ليست بيد النبي، لأن لها موانع، وقد تقع منك هذه الموانع، لكن الله عز وجل رحمته لا قيود لها، ولهذا الشفاعة بيده بشرط إذنه سبحانه وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع. وأما رحمة الله فمطلقة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعدين إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا يتصل قلبك بمخلوق رحمته محدودة، علمه محدود، قربه محدود، وتترك الله عز وجل الذي رحمته لا متناهي، علمه لا متناهي، جماله لا متناهي، عدله لا متناهي؟ لماذا؟ لماذا؟ غير أنه شقاء زينه الوثنيون من المنتسبين لهذه الملة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا، أن التوحيد ليس مجرد مباحث نظرية، بل التوحيد منهج حياة يعاش. لهذا الموحدون حقا الذين بلغوا في التوحيد ما بلغوه هم أسعد الناس، وإن رأيتهم ليسوا كذلك، فإن لهم أحوالا، وهذه الأحوال ليست دائمة وإنما تدوم لخواصه، لهم أحوال من الله يبلغون فيها من السعادة والسمو والاتصال مع الله تبارك وتعالى، ومشاهدة آثار أسماء الله وصفاته، والأنس بالله تبارك وتعالى، شيء لا يصفه الكلام، وتتصاغر أمامه كل لذات الدنيا. وكما قيل: فضل كلام الله كفضل الله على خلقه، فكذلك فضل الأنس بالله كفضل الله على خلقه. توحيد الله والاكتفاء به لا يقارن به تلك الحالة التي يتعلق بها الإنسان بمخلوق ناقص ضعيف، وإن بلغ ما بلغ فهو مخلوق، قد تفقده، قد تزدحم عليه الأمور، قد يمقتك، قد يحصل بينك وبينه شيء، أي شيء، ولكن الله عز وجل هو الذي يقبلك دائما، وهو الذي تجده دائما، ولا منجا ولا ملجا منه إلا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يشفع لعمه وهو من أحب الخلق إليه، وقيل له: إنك لا تهدي من أحببت، لأن أبا طالب أحسن للنبي لأنه النبي ولم يوحد الله. موسى لما افتروا عليه ودعا عليهم، كان في كتاب عقوبات ابن الدنيا، صارت الأرض تأخذهم، افتروا عليه أنه زاني، تخيل، صارت الأرض تأخذهم وهم يقولوا له: يا موسى يا موسى يا موسى، وهو يكمل الدعاء عليهم حتى غيبتهم الأرض. فأوحى الله إليه: أما لو سألوني لأجبتهم.